زوار قناتكم المفضلة أخبار البلاد، مرحبا بكم. الجزائر تحاول منافسة المغرب في أي شيء في كل شيء، المهم تقليد المغرب. بالفعل تحاول الجزائر أن تجد لنفسها موطئ قدم بأي شكل من الأشكال وسط الأزمة الليبية، خصوصا أن أغلب المفاوضات التي تمت بين الفرقاء الليبيين تم تنظيمها في المغرب، ومنها لقاءات السخيرات. الجزائر التي حاولت ثم حاولت ولما فشلت استنجدت بألمانيا التي حاولت أن تنظم لقاء مؤتمرا دوليا حول الموضوع في برلين العاصمة، وحاولت عن عمد إبعاد المغرب لكنها فشلت في ذلك. الجزائر اليوم تعود لمحاولة ثانية، حيث أنه حسب المعلومات التي نشرتها إحدى اليوميات الإلكترونية، فإن وزير خارجية الجزائر رمطان العمامرة كان قد وجه الدعوة لنظرائه في تونس ومصر والسودان خلال جولته الأخيرة إلى هذه الدول من أجل حضور لقاء حول ليبيا. ومن المنتظر أن تحتضن الجزائر اجتماعا يومي 30 و31 غشت في إطار الندوة الوزارية لمجموعة دول جوار ليبيا، وذلك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وحسب المعلومات ذاتها فإن الاجتماع ستحضره 7 دول معنية، أكدت منها 6 دول الحضور ممثلة في وزراء خارجيتها، وهي مصر، ليبيا، تونس، السودان، وتشاد والنيجر. وحاول وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة أن يفتح الملف الليبي، وذلك منذ وصوله إلى الوزارة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث حاول أن يعيد للجزائر دورها الدبلوماسي في المنطقة. إذن التقليد ثم التقليد ثم التقليد، تقليد في بناء مساجد، تقليد في الدبلوماسية، تقليد في محاولات للتسابق اقتصاديا مع المغرب، لكن الجزائر دائما تفشل، لأن الأصل هو المغرب والجزائر دائما تقلد، والتقليد لا يدوم ولا يصح. أكيد سوف يتم اللقاء، أكيد أن الضيوف سوف يستجيبون للدعوة من باب الأدب والأخلاق، أكيد أنهم سيأكلون وسيشربون وسيجتمعون، وسيكون هناك بيان ختامي، وستنتهي الأمور، بما أن الأطراف الليبية لا تثق في أي طرف يحاول أن يتدخل للوساطة، وهو لديه مصالح ونية مبيتة للاستفادة من تلك الاجتماعات. المغرب منذ البداية كان واضحا لا مصلحة له في ليبيا، هو فقط يستضيف الأطراف المتنازعة ويوفر لها كل الظروف للتفاوض والتحاور والتفاهم. إذن سوف نرى ماذا سيحقق العمامرة كإنجاز، ولو أن النتيجة واضحة مسبقا، لأنه دائما يفشل في مساعيه.